في تجربة تعد الأولى من نوعها، قامت 3 شقيقات بباريكا في ولاية باتنا من فتح مقهى للكتاب ومخصص للنساء فقط. المقهى فيه مكتبة تضم 10 الكتب في مجالات مختلفة، وتفاصيل نتابعها مع سعيد حريقة ونجمة بوكرش. مقهى الكتاب للنساء، هذا المشروع النوعي جسدته 3 شقيقات من عائلة فرحات هنا بوسط مدينة باريكا بولاية باتنا، تحقيقا لحلم والدهن المرحوم. مقهى وأكلات خفيفة ومكتبة تضم 10 الكتب في مجالات مختلفة، تنوع لقي استحسان زبونات كثيرا. قهوة وكتاب، وعجبتني الفكرة بزاف خطاش نصيبوا فيها راحتنا، نتلاقاو مع النساء، نتعرفوا على العقليات الجديدة، نساء جدد. عجبتني هذا المشروع، عجبني بزاف بزاف، على خاطر ما عندناش وين نروحوا في هذه البلاصة، ورانا يوميا في هذه البلاصة يعني نجيوها. فكرة الكتاب هي فكرة تاع الوالد رحمه الله، اللي كانت أمنيته أنه يدير مكتبة ودير فيها الكتاب للشباب والشابات، وهذه الفكرة لما البنات خواتاتي فكروا فيها أنا شجعتهم. زبونات مقهى الكتاب بباريكا يمكنهن تناول القهوة وقراءة جريدة أو كتاب في هذه الحجرة المفتوحة، وسط اختلاف في رأي الشارع حول هذا المشروع خاصة في البداية. قريت العنوان كافي ليفر، تخيل تروحي روح ثم نلقى بلاصة وين نقرأ، نلقى مكتبة، أنا نهز كتاب ونشرب قهوتي لأنني مدمنة قهوة كذلك، ثم راح نلقى الراحة النفسية تاعي في هذا المكان. بالإضافة إلى هذه الكتب، تشرف صاحبات المشروع من وقت إلى آخر على تنظيم لقاءات أدبية نسوية تعالج فيها في كل مرة فكرة أو قضية معينة.